برنامج من إعداد وتقديم عبد الخالق عبد التواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. موضوع حلقة اليوم: علاقة الإيجابية بالوظيفة أو التخصص. معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو فرحة، خبير التنمية البشرية. مرحبا بكم يا دكتور. مرحبا بك بكل مستمعينا الكرام. فضيلة الدكتور، يعني في الآونة الأخيرة نجد غير المتخصص يفتي فيما ليس له. احترام التخصص، وكيف أكون إيجابيا في تخصصي أنا ولا أتعدى على تخصصات الآخرين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. التخصص سمة من السمات الرئيسية لهذا العصر لمن أراد الفلاح والنجاح والوصول إلى مبتغاه، في أن يصل قمة مجده في تخصصه. وهي دي النقاط الهامة التي يجب أن نعرفها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كانت هناك قصة مشهورة تقريبا كل المسلمون في كل مكان يعرفونها، حينما تحدث عن مسألة النخل، متى يثمرون النخلة. النخل له تثمير أو نوع ما، حتى أنا ما أعرفوش لأني لست متخصصا في النخل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشار عليهم بمسألة، فسأله المتخصص في زراعة النخل أو في إثمار النخل، وهو يستحي أن يسأل النبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له: أمر من الله أم هو رأي؟ فقال: هو رأي، إنما أنتم أولى بأمور دنياكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أرجع الوظيفة أو المهنة أو التخصص لصاحبه، فعرفنا أنكم أولى بأمور دنياكم. كل منا له دور، وسبحان الله، إذا أردنا أن نفهم في فكرة عامة، أتجد أن هناك رجل مرضع؟ أن هناك رجل يغير ثياب الأطفال بما فيه من قاذورات؟ سبحان الله، إنها مهمة، وكل ميسر لما خلق له. إنما العكس يأتي فيما يستسهله الناس، فإذا استسهل الناس أمرا ظنوا أنهم يعرفونه ويعلمونه، فانقلبت الأحوال من الخبرات والمهارات والإبداع إلى ما يسمى بين قوسين الفهلوة، فتركنا الخبرة والتخصص إلى مفهوم السبع صنايع والبخت ضايع، وعفوا في هذه الألفاظ، فأصبحنا نفهم في كل شيء ولا نفهم عن شيء كل شيء. وهذه هي الحكمة التي قالها السابقون: فلتتعلم عن كل شيء شيئا حتى لا تكن جاهلا، ولتتعلم كل شيء عن شيء واحد. هذا هو الذي نحتاجه لنكن إيجابيين، فلنختار لنا تخصصا أيا كان. والله أيا كان رفيع الشأن أم ليس هناك أمر وضيع الشأن، فكل الأمور في حاجات الإنسان، وكل الأمور في تنمية الإنسان. ولذلك احترم الإنسان الذي هو عالم بصنعته وخبرته، وكان مقياس الاقتصاد له نافعا. ولذلك يأخذ الرجل الطباخ الماهر ربما أكثر من هذا الطبيب الناجح، لكن نجاحا أقل، وشهرة قد يأخذها أكثر من هذا الرجل الذي ربما يكون في صنعته مهندسا لكنه غير ماهر في تخصصه، غير كفء، غير كفء في هذا المكان. فوجدنا أن هناك على سبيل المثال في العالم مشاهير لكنهم متخصصين في مهن قد لا نضع لها مكانة بيننا، ولكن هي لها مكانة ولها مقام بهذا القدر الذي رفع به صاحبه شأن مهنته وشأن تخصصه. أفهم من هذا الكلام أن هناك علاقة بين التخصص والإتقان والإبداع والإجادة. لا شك، كلها في محض رفع شأن الإيجابية. فمن كان متقنا لعمله كان في هذا المفهوم بتاع، يعني لا أريد أن أقولها بمعناها Total Quality Management أو مفهوم الجودة الشاملة، هذا المفهوم الغربي الذي اكتسبناه من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عملا، ولا نقول أعمالا كثيرة وتخصصات كثيرة، وإنما عمل واحد يكن جديرا بأن يبذل الإنسان فيه عمره، بشرط أن يكون علما نافعا.
نعم. فقد كان يقول نبينا ونقول من بعده: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، فليكن هذا التخصص في علم نافع أيا كان هذا العلم وأيا كان هذا التخصص وأيا كانت هذه المهنة. ولربة المنزل في بيتها دور، فتجد أن هذه الأم ماهرة في صناعة نوع معين من الطعام، هذه المرأة نأكل عندها على سبيل المثال وجبة نقول هي صاحبتها بهذا التخصص في صنعتها وفي مهنتها. فداخل التخصص تخصصات، وفي داخل المهنة الواحدة أنواع كثيرة من هذه السبل لإتقان العمل. نعم، يعني هذا يجرنا إلى مصطلح الرجل المناسب في المكان المناسب. بلا شك. نعم. بلا شك لابد أن نفهم ذلك، لأن هذه مسؤولية، وعلى كل إنسان أن يرى مكانه، فإن كان مناسبا له على قدره فهذا المكان مثل الثوب. قد يختار يعني على سبيل الخطأ. فإن اختير على سبيل الخطأ فهو أولى أن يصحح هذا المفهوم، يعني وعلى يعني. من يختار، وعلى من يختار أن يتباحث معه، فربما يرى فيه شيئا لا يراه في نفسه، وعلى هذا المسؤول الذي يضع الإنسان في مكان ما أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وليسأل أهل الرأي، ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. نعم، إذن مسألة الخبرة والكفاءة في التخصص مسألة مهمة في نهضة الأمم، يعني وهي على قمة الإيجابية. دعنا نتعلم من القصص ومن الواقع، لقد كان في قصصهم عبرة، لكن هذه العبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول السوية الواعية الفاهمة. في زمن ليس ببعيد كان الإنسان يعني يحضر من يكون له قريبا أو يكون له نسيبا أو يكون له صاحب محسوبية، وظهر فيما بعد ذلك أن هذه الأمور لا تدوم، وتأخر بها الوطن يعني. وتأخر الوطن وانقلب السحر على الساحر كما يقولون، ووجدنا هؤلاء ممن كانوا في قمة المجد السلطوي في قاع المجتمع، يعني في قاع المجتمع أو التاريخ، ها هنا نجد أن الإنسان الواعي والفاهم والجدير بالاحترام هو الذي يعرف مكانه المناسب قدر ما يستطيع. لأننا لا نقول أن كل الناس متخصصون وفاهمون وواعون، لا لا، المسألة ليست بهذا الحجم من التخصصية، وإنما بأن ندرك السبل والطرق ونتجه في هذا الطريق الصحيح نحوه. على من يضع إنسانا في مكان أن يفهم جيدا ويدرس، وهذه لزمات ولزوم الدراسة ووضع المكان المناسب أو الإنسان المناسب في المكان المناسب. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد أبو فرحة خبير التنمية البشرية، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.